الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. اللجنة الفرعية تنهي اجتماعاتها اليوم على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب قبل التوجه إلى اللجان المشتركة. بري يدعو اللجان المشتركة للانعقاد بين 18 و21 من الجاري لدرس قانون الانتخاب. الهيئات الاقتصادية تعلن مقاطعة جلسات الحوار الاقتصادي وتشير إلى أن إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب خطوة أحادية من ميقات. وزراء الاتحاد الأوروبي يناقشون الاثنين في بروكسل اتخاذ موقف حيال إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب. البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة لبنان احتجاجا على تصريحات لعون اعتبر فيها مطالب الشعب البحريني محقة. وزير الدفاع الفرنسي يدعو إلى تحرك بشأن سوريا لتسريع العملية الانتقالية من دون بشار الأسد. تنهي لجنة نيابية المكلفة دراسة قانون الانتخاب اجتماعاتها اليوم على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم إلى اللجان النيابية المشتركة التي دعاها بري للانعقاد بين 18 و21 منه لدرس قانون الانتخاب. وفيما أوحت بعض الأجواء أن قانون الرئيس بري سيحظى بالأكثرية داخل اللجنة، عادت المعلومات وأكدت أن المشاورات داخل اللجنة لم تنجح في تبني مشروع مختلط. معيشيا، استبقت الحكومة تحرك هيئة التنسيق النقابية المفترض الثلاثاء بتعيين جلسة لمجلس الوزراء الاثنين لبحث سلسلة الرتب والرواتب. إقليميا، دعا وزير الدفاع الفرنسي في أبوظبي إلى تحرك في سوريا التي تدميها الحرب لتشجيع القيام بعملية انتقالية من دون الرئيس بشار الأسد. كلام الوزير الفرنسي يأتي فيما تستمر المعارك العنيفة في محيط مطارات حلب التي تسعى قوات المعارضة إلى السيطرة عليها، البداية من اجتماعات اللجنة الفرعية في ساحة النجمة، وتنضم إلينا من هناك الزميلة بيرنا نعم شديد. يعني بيرنا، هناك تضارب بالمعلومات حول القانون الانتخابي المتفق عليه. بداية، هل يمكننا التحدث عن دخان أبيض؟ شانتال، ما كنا ذكرنا عن دخان أبيض كان صرح به عدد من النواب أثناء الاستراحة، استراحة جلسة ما قبل الظهر، حيث خرج النائب جورج عدوان وقال طلع الدخان الأبيض. وعندما يعني غصنا أكثر في التفاصيل، يبدو أن الدخان الأبيض كان المقصود به أن مسار عمل اللجنة الفرعية يجري في الاتجاه الصحيح، وذلك لجهة وضع تراتبية المشاريع والاقتراحات، اقتراحات القوانين ب الأولوية. ويبدو في هذه الأجواء وحتى هذه الساعة ما زالت تشير الأجواء إلى توجه لتبني مشروع الرئيس بري، وإن كان سيتم مثلا تبنيه معدلا ببعض المحافظات. مشروع الرئيس بري كان يقضي بتقسيم لبنان 26 دائرة على 5 محافظات، إذن هناك معلومات تتحدث عن إمكانية تعديل عدد المحافظات لجهة زيادتها محافظة أو محافظتين، أو تعديل مثلا ببعض المقاعد. يعني يمكن القول أن الأجواء لا تزال ضبابية قليلا، لا سيما وأننا كنا شهدنا منذ حوالي النصف ساعة أثناء الاستراحة خلوة، أو إذا صح التعبير مفاوضات جانبية بين النائب ألاعون، النائب علي فياض والنائب علي بزي. إذن يعني الأمور تجري في المسار الصحيح، الأولوية تعطى لتراتبية الاقتراحات، وضع تراتبية للاقتراحات. يبدو أن مشروع الرئيس بري يحظى بأكثرية يعني القبول أو الموافقات، ويبدو أن المشاريع الأخرى، مشروع النائب جورج عدوان والنائب سامي الجميل، يحظيان بالمرتبة الثانية. لكن طبعا شانتال، الأجواء لا تزال ضبابية بحسب ما عكس بعض النواب. فمثلا النائب سيرج تورساركيسيان، وإذا عرف بأن المشروع المختلط يحظى بأكثرية، وأصبح يعني يبتعد أشواط عن مشروع اللقاء الأرثوذكسي لأنه يحظى بغالبية موافقات الأعضاء، دعا بالمقابل مثلا إلى تمديد عمل اللجنة الفرعية وقال هذا ما سأطالب به. بالمقابل مثلا كانت أجواء النائب ألاعون معاكسة تماما، واستبعد قبيل دخولها الجلسة أن تخرج اللجنة اليوم باتفاق نهائي.
إذن المشاورات كلها تصب في اتجاه واحد وهو الاتفاق أو التوجه لتبني أقرب مشروع، قد يكون مشروع رئيس بري أو المشروع الأقرب إليه أي مشروع رئيس بري معدل. طبعا المشاورات لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة. يمكن القول مثلا أن حزب الله استبعدوا إلى حد بعيد مشروع النائب جورج عدوان إذا اعتبروا أنه لا يراعي التوازن السياسي، الأمر الذي رد عليه عدوان أثناء دخولي إلى الجلسة واعتبره أنه يعني يراعي بالحد الأقصى التوازن السياسي وبتقسيم الدوائر. الاجتماع ما زال حتى هذه الساعة مستمر. أود الإشارة شانتال إلى أنه هذا اليوم هو اليوم الأخير لعمل اللجنة الفرعية، يعني يفترض بعد قليل يفترض أن تخرج اللجنة باتفاق معين أو توجه إلى اتفاق معين، على أن يكون هناك جلسة في ساعات العصر عند الساعة الخامسة. هذه الجلسة ستكون مخصصة لوضع الخطة النهائية أو ورقة عمل نهائية البرنامج على أن يرفع إلى الرئيس بري. هذا وكان دعا الرئيس بري إلى جلسات للجان المشتركة يوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء والخميس، ما يوحي بأن عمل اللجنة اليوم يفترض أن ينتهي إلى اتفاق معين أو أقله إلى تقريب وجهات النظر نحو رفع مشروع معين، وإن لم يعني ولن تتبناه اللجنة الفرعية، لكن ستصل إلى اللجان المشتركة بمشروع قد يحظى بمشروع مختلط يفترض أن يحظى بأغلبية الأصوات، بالإضافة إلى اللقاء يعني الأرثوذكسي الذي لا يزال حتى هذه الساعة يحظى أيضا بغالبية الأصوات. شانتال الزميلة بيرنا نعم شديد حدثتنا من ساحة النجمة، سنعود إليك فور ورود أي جديد. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى إيجاد قانون انتخابي يمثل الجميع ويجمع، لا أن يمثل كل فئة في موقعها وتموضعها والذهاب في اتجاهات متنافرة، مشددا على أهمية تثبيت الصيغة اللبنانية التي أصبحت ضرورية للمجتمعات التعددية. كلام رئيس سليمان جاء في خلال استقبال وفدا من بلدة بريح، تحدث باسمه وزير شؤون المهاجرين على الدين ترو الذي شكر سليمان على جهوده في إنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن الربيع المقبل سيشهد حفل المصالحة النهائية لإطلاق بيت البلدة ووضع حجر الأساس للكنائس. قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون: إننا متجهون بمشروع اللقاء الأرثوذكسي إلى اللجان المشتركة، وكل القوانين التي تطرح فيها تحايل لمصالح معينة، مشيرا إلى أن الأرثوذكسي يؤمن العدالة بين الطوائف والعدالة داخل كل طائفة، مؤكدا أنه لا يصوت لصالح أي قانون انتخابي غيره. عون وفي حديث إذاعي أكد أن العيش المشترك ليس مهددا إلا بذهن من يريد ضرب هذا القانون الأفضل، رافضا أن يسمع بأي شيء فيه كلمة أكثري، كاشفا أنه سيطعن بأي قانون غير الأرثوذكسي، ومستبعدا في الوقت عينه خروج حزبي القوات والكتائب عنه، لكنهما يحاولان إيجاد تسوية ما على حد تعبيره. استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفارة اللبنانية في البحرين ووجهت له احتجاجا رسميا يؤكد الإدانة الشديدة لتصريحات العماد ميشيل عون حول الأوضاع في البحرين، معتبرة إياها تدخلا في شؤونها الداخلية. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية السفير حمد العامر أهمية أن تصدر الحكومة اللبنانية بيانا رسميا يوضح موقفها من تصريحات عون التي لا تخدم العلاقات الأخوية. وكان عون قد رأى في حديث صحفي أن مطالب المحتجين في البحرين محقة ومنصفة، متأسفا أن تقوم ثورة سلمية لمدة 3 سنوات وتبقى تتحمل كل التضحيات والظلم من دون أن يكون لها الصدى الكافي في العالم. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله رأى أن من يتناول المقاومة وسلاحها عينه على السلطة، وسيفعل أي شيء من أجل الاستحواذ على السلطة ومن أجل البقاء فيها. الأصوات التي لا تمل تكرار تهجمها على المقاومة، هذه الأصوات لديها عقدة، عقدة السلطة، عقدة رئاسة الحكومة، كيف يمكن لها أن تستأثر بها وأن تستحوذ عليها؟ بعيدا عن نظامنا السياسي القائم على مبدأ تداول السلطة، وبعيدا عن الدستور الذي حدد آليات للوصول إلى هذه السلطة، لكن هناك من يتعاطى معها كإمارة مطوبة باسمه.
نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر دبلوماسية أوروبية في الأمم المتحدة أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيناقشون الاثنين في بروكسل اتخاذ موقف حيال إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب. ولفتت المصادر إلى أن الخيارات التي تتراوح بين اعتبار الحزب منظمة إرهابية أو فرض عقوبات على أفراد ومسؤولين فيه أو إبقاء الوضع على حاله. وسيتسلم الوزراء الأوروبيون من بلغاريا تقريرا بالأدلة التي جمعتها حول تنفيذ حزب الله الاعتداء على حافلة الركاب. في سوريا سيطر مقاتلون معارضون على مركز للهجان قريب من الحدود الأردنية، بينما سجلت اشتباكات بين القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري الملاصق له. ويواصل مقاتلو المعارضة منذ أيام هجماتهم على مواقع للقوات النظامية في منطقة حلب بهدف تحييد المطارات والحد من قدرات طيران الحربي السوري وغاراته. من ناحية ثانية، دعا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في أبو ظبي إلى تحرك في سوريا التي تدميها الحرب لتشجيع القيام بعملية انتقالية من دون الرئيس بشار الأسد. بعد الإعلان، باخرة الكهرباء أمام السواحل اللبنانية. جلسة لمجلس الوزراء الاثنين لبحث سلسلة الرتب والرواتب عشية التحرك المفترض لهيئة التنسيق النقابية. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس هيئة التنسيق أستاذ حنا غريب. سيد غريب، أهلا بك إلى نشرة بيروت اليوم. يعني تحددت الجلسة نهار الاثنين، كيف برأيكم رح تتم معالجة الأمور وهل أنتم متابعون في هذا الإضراب؟ يعني أول شغله، مجرد تقريب موعد جلسة مجلس الوزراء من يوم الثلاثاء ليوم الاثنين هو مؤشر إيجابي، ولكن بيبقى مؤشر شكلي. المضمون هو الأساس بالنسبة لهيئة التنسيق النقابي. يعني أولا إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي والالتزام بالاتفاق. نحن مش حيالله إحالة تعنينا، نحن ما يعنينا بالموضوع هو الالتزام بالاتفاق اللي حصل بين هيئة التنسيق النقابية واللجنة الوزارية المصغرة المكونة من قبل الوزراء، حركة أمل، حزب الله، تيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي، ومعهم كان في تأييد ومباركة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي. هل القوى هذه المكونة للحكومة اللي هي الأغلبية الساحة منها هي يوم الاثنين على المحك؟ نعم. لجهة المصداقية والالتزام بالاتفاق اللي حصل بين هيئة التنسيق النقابية وبينهم. وهذا ما يعنينا، يعني انه السلسلة انها تنحال على المجلس النيابي بصفة المعجل وبدون تقسيط وبدون تخفيض وبدون تجزئة، لانه عم نسمعه من بعض الوزراء واللي عم بيتسرب لنا ما بيطمن. لذلك نحن منحذر من اي تلاعب بالارقام او بالتواريخ او فيما يتعلق بالتقسيط. سيد حنا، مطالبكم ما زالت هي ذاتها، بس نحن بدنا نعرف هل هيئة التنسيق متابعة وهي ماضية بإضرابة أو بتحركة، خلينا نقول نهار الثلاثة؟ نحن فيما يتعلق بهيئة التنسيق النقابية الإضراب مستمر وسيبقى مستمر ما لم يجري إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي بعد اجتماع التنين، يعني بنتيجة اجتماع التنين تبع الحكومة. لا شيء يوقف الاضراب المفتوح ما لم يجري احالة سلسلة الرتب والرواتب وفق الاتفاق الذي تم مع هيئة التنسيق النقابية. رئيس هيئة التنسيق حنا غريب، شكرا لك على هذه المداخلة.
أعلنت الهيئات الاقتصادية فشل الحوار الاقتصادي تبعاً للخطوة الأحادية الجانب التي اتخذها رئيس الحكومة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ورأت أن هذه الحكومة فريدة من نوعها في ضرب الاقتصاد الوطني، معلنة مقاطعة الجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي. واستغربت الهيئات الاقتصادية في بيان لها لجوء الحكومة إلى إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في ظل غياب لأي موازنة منذ العام 2005. وتعليقا على قرار الهيئات الاقتصادية، ينضم إلينا وزير الدولة مروان خير الدين. معالي الوزير، أهلا بك إلى نشرة بيروت اليوم. يعني كما سمعنا، الهيئات الاقتصادية أعلنت مقاطعة جلسات الحوار الاقتصادي، وأشارت أنه إحالة سلسلة الرتب على مجلس النواب كانت خطوة أحادية من قبل مئاتي. شو رأيكم وتعليقكم على الموضوع مول معروف؟ يعطيك العافية. أول شيء، خطوة أحادية الجانب هي هذه حق للحكومة، هذه الخطوة، ولا أحد يشارك الحكومة بقراراتها. نحن نستشير الجميع، ونحن نرغب بسماع رأي الجميع، وسمعنا رأي الهيئات، وسمعنا رأي البنك الدولي، وسمعنا آراء كثيرة. وأنا أستغرب كيف تدلي الهيئات بهكذا موقف دون أن تكون على علم وعلى يقين بتفاصيل ما قام به الفريق الاقتصادي لدولة الرئيس من دراسة لهذا القرار. صراحة أنا ما شايف بحياتي، ومظن بحياتي، في قرار بالجمهورية اللبنانية درس قد قرار سلسلة الرتب والرواتب. وخلينا نرجع على الأساس. الأساس يقول أنه السلسلة هي حق، السلسلة للموظفين، مثل ما في حق للدولة على الموظفين أنه يكون انتاجيتهم أكبر من ما هي اليوم، والجميع معترف ومسلم بهذا الموضوع. التمويل، نحن بالأساس تأخر إقرار السلسلة لتأمين مصادر التمويل، وسعينا جاهدين بشكل دؤوب وبشكل يعني كثير مركز أنه نأمن تمويل كامل السلسلة من دون فرض أي ضريبة بأي شكل من الأشكال على الاقتصاد المنتج بلبنان. وعندما تحقق لدينا هذا الموضوع، يعني احنا اليوم رايحين على إقرار سلسلة تمول دون زيادة ضرائب على الاقتصاد المنتج بلبنان. يعني الهيئات موقفها غير مبرر، لأنه هني كانوا بالأساس عم يحكوا أنه ما بدهم يحملوا ضرائب جديدة، ونحن مقتنعون بهذا الموضوع، وبالتالي رحنا على تأمين مصادر لتمويل السلسلة دون فرض أي ضرائب جديدة على الاقتصاد أو على اللبنانيين. طيب شو المطلوب أكثر منك؟ يعني في ناس بدهم وقالوا الحق على الدولة، صاروا من سنة 98 مش اخذين زودة معاش. بدنا نحن منه انتاجية أكثر، إني وعدين بيعطوها وبالقانون رح تكون مذكورة. بالمقابل أمننا التمويل اللازم كله بدون ما نحمل المكلف اللبناني أو الشركات اللبنانية أو الاقتصاد المنتج أي ضريبة إضافية. طب معالي الوزير، هل بمقاطعة جلسات الحوار الاقتصادي تحل الأمور؟ أنا بالطبع أدعو الجميع إلى الحوار، ولا يجوز أن يكون هناك مقاطعة. بس بصراحة نحن عم نلمس عند بعض الهيئات الاقتصادية قرار بمقاطعة الحكومة هو قرار سياسي، وليس قرار فعلا محض اقتصادي. شوفي، أنا ما في أطلع من ثيابي آخر النهار. أنا من الهيئات، وأنا بالنتيجة برجع على الهيئات. اليوم عندي منصب وزير بالحكومة، وبالتالي أنا لما بحكي عن هذا الموضوع بحكي وخلفيتي بكثير من الأمور خلفية هيئات. السلسلة لازم تمشي، ما بيجوز ما تمشي، لازم تتمول بدون ضرائب، وهذا الشيء أمناه، وهذا الشيء بحثنا فيه مع الهيئات الاقتصادية، وكانوا هني مع المشكلة الموضوع في يومين ثلاثة، بحثنا فيه مع البنك الدولي، بحثنا فيه مع الهيئات، بحثنا فيه مع الأسكوا، ما خلينا حدا ما استشرناه لنتأكد أنه الشيء اللي عم نعمله ما بيشكل ولا أي خطر بأي شكل من الأشكال على الاقتصاد. نحن بالنتيجة جماعة مسؤولين، ولا يمكن أن بخطوة تؤثر على الاقتصاد أو تخلق أي أزمة بالاقتصاد. وزير الدولة مروان خير الدين، شكرا لك على هذه المداخلة. إلى ذلك، استغرب رئيس الحكومة أمام زواره البيان الصادر عن الهيئات الاقتصادية على خلفية دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل لدرس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وكان ميقاتي استقبل وفدا من علماء بلدة عرسال، عرض معه الوضع في البلدة، ونوه ميقاتي بالجيش مثمنا تضحياته في سبيل لبنان
مؤكدا أن التعرض للجيش في عرسال أمر مرفوض ومدان وستتخذ في شأنه الإجراءات القضائية المناسبة، فليس مقبولا ولا مسموحا أن يتعرض أحد للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في خلال قيامهم بواجباتهم. رئيس الحكومة دعا الوفد إلى التعاون مع الجيش لتسليم المعتدين، مناشدا كافة القوى السياسية أن تقف وقف الضمير لوقف الشحن السياسي. وصلت باخرة الكهرباء التركية فاطمة جول ودخلت المياه الإقليمية اللبنانية وباتت موجودة مقابل معمل الزوق الحراري، إشارة إلى أن الباخرة لن تتمكن من الرسو بسبب عراقيل لوجستية وتحضيرات فنية قد تؤخر المباشرة بعملها لأيام. في الخاص، هل يبرر الحصول على سبق صحفي انتهاك حرمة الموت؟ أعادت جريمة عرسال والاعتداء على الجيش اللبناني الجدال التقليدي حول عمل وسائل الإعلام وخصوصا المرئية في ساحات الكوارث والجرائم، فتتسابق على بث صور الجثث والأشلاء من دون مراعاة أي اعتبار مهني أو أخلاقي، وآخر تلك المشاهد صور شهيدي الجيش اللبناني وجرحاه في عرسال. فهل يبرر السبق الصحفي التعرض للحرمات ولا سيما حرمة الموت والشهادة؟ ما هيدا اللي ما نشكو منه هو السبق الصحفي، يلي بيقول سبق صحفي بيقول نسبة مشاهدة أكثر، نسبة مشاهدة أكثر تعني المحطة أو الوسيلة الإعلامية تحظى بجمهور أكثر، فبالتالي إعلانات أكثر، وبالتالي كمان أموال وتمويل ووصول بالمرتبة الأولى في كافة يعني تجاه المعلنين، وهذا طبعا على حساب الاستقرار في البلد. ما في شيء بيبرر انه نفرجي للناس صور جثث دماء اشلاء. صرنا بلبنان معودين انه في فوضى عبر المرئي والمسموع والمرئي بصورة خاصة، انه منفرجي الجثث، بيحصل انفجار، بيركضوا وسائل الاعلام، بيتحول الموقع الجريمة لمسرح. هيدي شغلة خطيرة جدا وهيدي شغلة مش مسموحة مهنيا. هذا في لبنان، أما في الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي عانت بدورها ما عانته في خلال السنوات الماضية، فتمتنع تماما عن إظهار أي لقطة لجثث أو لجريح أو حتى لبقعة دم. فمن يذكر أنه رأى في خلال حوادث 11 أيلول أو تفجيرات لندن ومدريد الإرهابية نقطة دم واحدة، فهل يصح في لبنان ما لا يصح عند الغرب؟ بفرنسا سنة 2000 صدر قانون للمحافظة على سموها الدينيتي أمان والبريزومبسيون دينوسانس، منسميها اللوا جيجو. هيدا القانون اللي صدر وقت كانت الوزيرة جيجو لا محافظة على حقوق الضحايا وصورة الضحايا، وكل وسيلة إعلامية إن كانت بدأت بس صورة الضحية بدون موافقتها أو موافقة أهلها كانت وفيها اليوم تتعرض لملاحقة. أما الحل فبالوعي والحس بالمسؤولية. طلبنا من الوسائل الإعلام أن تضبط نوعا ما الصورة اللي عم تطلع تكون غير مشوهة. فعلا منشوف بالأحداث اللي جرت مؤخرا انه صار في شوية عمل على الصورة، تغطية الوجوه صار في، بس لكن بعدنا بعاد عن ما نطمح اليه من صورة نقية للجمهور. الأكيد أن المطلوب ليس رقابة مسبقة أو تدخلا في عمل أي وسيلة إعلامية، إلا أنه لم يعد مسموحا أيضا الاتجار بجراح الناس وأمن البلاد واستقراره. بعد الإعلان تجدد الاشتباكات في القاهرة. أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بالعناوين. اللجنة الفرعية تنهي اجتماعاتها اليوم على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب قبل التوجه إلى اللجان المشتركة. بري يدعو اللجان المشتركة للانعقاد بين 18 و21 من الجاري لدرس قانون الانتخاب.
الهيئات الاقتصادية تعلن مقاطعة جلسات الحوار الاقتصادي وتشير إلى أن إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب خطوة أحادية من نقاط. وزراء الاتحاد الأوروبي يناقشون الاثنين في بروكسل اتخاذ موقف حيال إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب. البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة لبنان احتجاجاً على تصريحات لعون اعتبر فيها مطالب الشعب البحريني محقة. وزير الدفاع الفرنسي يدعو إلى تحرك بشأن سوريا لتسريع العملية الانتقالية من دون بشار الأسد. والآن إلى الصفحة الرياضية والزميلة صادرين جبرة. هاي ساندرين. هاي ديانا. هاي مرحبا شاتال. ساندرين، يعني الحب مسيطر على اليوم. ايه لون احمر تنينتنا بالغلط بس. ان شاء الله تكون اخبارك الرياضية كمان حلوة. اكيد عنا اليوم اخبار عديدة مع ابرز البطولات الاوروبية بكرة القدم واخبار تنس وان بي اي. تفضلي ساندرين. بكرة القدم إذن المرحلة 24 من الدوري الإسباني انطلقت مساء امبارح مع فوز سيفيا على ديبورتيفو 3-1، بوقت بيلعب برشلونة مساء اليوم مع غرانادا بهدف الابتعاد بالصدارة قبل مباراته مع ميلان بدور الأبطال. اعتبر المدرب المؤقت لفريق برشلونة جوردي رورا أن لاعب الوسط تشافي هرنانديز ممكن يتعافى من إصابته بعضلات قدمه الخلفية قبل مباراة الفريق المهمة مع ميلان الإيطالي بالذهاب دور ال 16 من الشامبيونز ليج يوم الأربعاء المقبل. تشافي البالغ 33 سنة ما شارك مع فريقه بآخر مباراتين بالدوري مع فالنسيا 1-1 ومع خيتافي 6-1، واضطر للخروج من تشكيلة منتخب إسبانيا بالمباراة الودية مع الأوروغواي. وقال رورا يلي عم يتولى قيادة برشلونة بانتظار تعافي المدرب تيتو فيلانوفا من المرض انه بالاضافة لتشافي بيغيب ايضا المهاجم دافيد فيا عن مباراة غرانادا بالليغا مساء اليوم، علما انه الاخير كان فاز على ريال مدريد 1-0 بالمرحلة ما قبل الماضي. ومن المتوقع انه يريح الجهاز الفني الكتالوني بعض اللاعبين الاساسيين الليلة تحضيرا لمباراة السانسيرو، اشارة انه البارسا عم يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن اتلتيكو مدريد يلي بيلعب الاحد مع فالادوليد. لمحة سريعة على أبرز المباريات المرتقبة هالويك أند بالبطولات الأوروبية، ومنبدأ من إيطاليا والمرحلة 25 من الدوري اللي افتتحها أسي ميلان بارح بفوز على بارما 2-1. أما اليوم فبيستقبل روما فريق يوفنتوس وكيفو فريق باليرمو، بوقت بيواجه فيورنتينا فريق أنتر ميلان بكرة الأحد. منتقل إلى ألمانيا حيث امتعد البايرن بارح ب 18 نقطة بالصدارة بعد ما فاز على وولفسبيرغ 2-0 خارج أرضه. أما اليوم وبأبرز المباريات بيواجه باير ليفركوزن فريق أوكسبورغ، ماينز فريق شالكي، وبروسيا دورتموند فريق انتراخت فرانكفورت. نختم مع الدوري الإسباني حيث تستكمل المرحلة 24 هالويك أند، وبيستقبل اليوم غرانادا فريق برشلونة، مالاغا فريق أتلتيك بيلباو، وختافي فريق سلتا دي فيغو، بوقت بحل رايو فاليكانو بكرة ضيف على ريال مدريد. منتابع أخبارنا مع التنس وجولة على أبرز البطولات اللي عم تصير حاليا بالعالم، ومنبدأ من الدوحة وتحديدا بطولة قطر توتال للسيدات اللي حققت فيها مبارح الأمريكية سيرينا ويليامز فوز مهم جدا على تشيكية بيترا كفيتوفا بنتيجة 2-1. فهالفوز مش بس سمح للعبة الأمريكية أنه تتأهل إلى النصف نهائي، بل ضمن إلى أيضا العودة للمركز الأول عالميا للمرة الأولى من عام 2010. بهالإنجاز دخلت سيرينا البلغة من العمر 31 سنة التاريخ كون أكبر لعبة سنا تتربع على عرش التصنيف العالمي. ننتقل إلى هولندا ودوري روتردام حيث حقق امبارح الفرنسي جوليان بونوتو مفاجأة كبيرة بتغلبه على روجي فيديرير 6-3 و7-5 بالدور ربع النهائي ليجرد بالتالي اللاعب السويسري من لقب هالبطولة. أما بدوري ساو باولو البرازيلية فالإسباني رافائيل نادال بعده عم بيواصل عروضه القوية ونجح امبارح بالتأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على الأرجنتيني كارلوس بيرلوك بنتيجة 2-1. ننتقل إلى الولايات المتحدة حيث سلمت امبارح عمدة مدينة هيوستن أنيس باركر نجم الـ NBA السابق ياو مينغ لقب سفير النوايا الحسنة. وتوجه مينغ نجم هيوستن روكيتس السابق مع عائلته إلى هيوستن لحضور حفل تتويجه بهالجائزة الشرفية بعد عطاءاته الكبيرة لفريق المدينة بالسنوات العشر الماضية. وكان نادي هيوستن تعاقد مع العملاق الصيني القادم من شانغهاي عام 2002 وشكل الأخير ظاهرة بعالم كرة السلة الأمريكية والعالمية
نسبة لطوله البالغ 2.27 سنتيمتر، وللعبه المميز يلي لقى إعجاب جماهير الروكيتس، كما ساهم مينغ بتطوير مستوى كرة السلة بالصين وباتت بفضله الرياضة الشعبية الأولى ببلاد المليار ونص نسمة، إشارة أن مينغ اعتزل اللعب عام 2011 بسبب الإصابة. نختم مع نشاطات الاتحاد اللبناني للسكي المتواصلة مع جولة جديدة من بطولة لبنان للولاد بفقرة. استقبلت منحدرات فقرة لأول مرة من 10 سنوات إحدى مراحل بطولة لبنان للتزلج، وكانت المرحلة الثانية لفئة الأولاد، شارك فيها 120 لاعب من جميع الأندية الاتحادية، وأبرز الفائزين كانوا فئة 99,000 عند الإناث صوفيا فياض من فريا مزار، وعند الذكور سرير كيروز من الأرز الرياضي بشري. مواليد 97-98 الفائزة كانت لا كيروز من الأرز الرياضي بشري، فيما أحرز جيفري زينة المركز الأول بهالفئة من الأرز الرياضي بشري أيضا. أشرف على السباق اللجنة الفنية ومدير السباق كارلوس شاد، وبالنهاية وزع رئيس الاتحاد شرب السلامة وأعضاء الاتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات. هذا كان كل شيء بسبار لبيروت اليوم، برجع لكم. شكرا ساندرين. تجدد الاشتباكات في القاهرة غدا، تظاهرات حاشدة، تفاصيل في اتصال مع الزميل هشام مهران. هشام أهلا بك، إذن الاشتباكات تجددت، ماذا في التفاصيل؟ نعم، في حراسة أمنية مشددة وصل الرئيس محمد مرسي إلى قصر القبة الرئاسي صباح اليوم، حيث نقل إلى هذا القصر نشاطه بعد الاشتباكات المتكررة التي أحاطت به في قصر الاتحادية الأسابيع الماضية، ولكن يبدو أن الاشتباكات أيضا طالت مقر الرئاسة الجديد مساء الجمعة ضمن فعاليات جمعة أطلق عليها عدد من المتظاهرين اسم كش ملك، ووسط غياب لجبهة الإنقاذ المعارضة قام مجموعة من الملثمين بإلقاء زجاجات مولوتوف على قوات الأمن المركزي التي ردت عليهم بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. وفق هيئة إسعاف مصر فإن عدد المصابين في تظاهرات القاهرة وبعض المحافظات كالغربية والإسكندرية وصل إلى 125 مصابا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في محافظة الغربية إثر تصادم سيارة بشخص أثناء المظاهرة، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على عشرات من المتهمين في أحداث الشغب، وأيضا أعلنت الداخلية عن إصابة ضابطين لها و14 مجندا في هذه الأحداث بطلقات خرطوش. ميدانيا أيضا فإن الجماعة الإسلامية نظمت أمس الجمعة مظاهرات لعدة آلاف تحت شعار معا ضد العنف أمام جامعة القاهرة، وسط مشاركة رمزية لجماعة الإخوان المسلمين ومقاطعة من التيار السلفي دعما للرئيس الإسلامي محمد مرسي. أما سياسيا فإن مواقف كافة الأطراف كما هي دون تغيير، حزب الحرية والعدالة الإخواني يرفض مطلب المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات البرلمان القادم، والحزب الإخواني تجاوز هذه النقطة بالفعل إلى أنه يستعد لانتخابات البرلمان القادم. بالمقابل فإن جبهة الإنقاذ الوطني تصر على تغيير الحكومة وتعديل مواد الدستور محل الخلاف وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون. إلى ذلك فإن منسق جبهة الإنقاذ الدكتور محمد البردعي اعتبر في تصريحات لافتة له لشبكة CNN الأمريكية أن مصر أصبحت دولة فاشلة وتتحول إلى دولة ميليشيات وفقا لجميع المؤشرات الحكومية الخاصة بفرض النظام والقانون. وأكد البردعي أيضا في تصريحه الأول من نوعه أنه لسوء الحظ بدأ بعض المكتئبين من الوضع الحالي في مصر في الحديث على أنهم كانوا أفضل حالا في عهد مبارك، وهذا تصريح لافت للبردعي. في سياق مختلف فإن الرئيس المصري تلقى رسالة من 17 عالما ومفكرا إيرانيا ينصحون الرئيس مرسي باستلهام نظام حكم الخميني في مصر، ويعرضون المساعدة ونقل التجارب العلمية من إيران إلى مصر، وينصحون الرئيس المصري بعدم الاكتراث للضغوط الدولية وعدم الاكتراث لما يسمى بضغوط التيار المدني المطالب بفصل الدين عن السياسة والاقتصاد. الزميل هشام مهران شكرا جزيلا لك. أكد الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أن خطر الإرهاب والإرهابيين لا يزال قائما وممتدا في العديد من الدول، ودعا إلى مواجهة الإرهاب بكل الوسائل وعلى كل المستويات المحلية الإقليمية والدولية، ومواجهة الفكر المتطرف وتحصين المجتمع
وإعداد المشاريع التي تقوض مخططات الإرهابيين. أكدت القناة الثانية الخاصة في تلفزيون إسرائيلي أن مفاوضات غير مباشرة تجري منذ أسابيع بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بهدف تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة تطبيقا لاتفاق التهدئة الذي توصل إليه الطرفان برعاية مصرية نهاية العام المنصرم. وكانت إسرائيل أعلنت في كانون الأول أنها تعتزم السماح بإدخال مواد بناء إلى غزة لأول مرة منذ العام 2007. أرجأ رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي والأمين العام لحزب النهضة الإسلامي المشاورات التي بدأها مع رؤساء الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط إلى الاثنين. وكان الجبالي هدد بتقديم استقالته اليوم إلى الرئيس التونسي منصف المرزوقي في حال فشلت مشاوراته مع الأحزاب السياسية. رحب مجلس الأمن بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في 18 من أذار المقبل متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأبدى المجلس قلقه حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية من دون أن يسمي إيران في شكل مباشر. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية توقيف 4 إرهابيين بعد هجوم مسلح أدى إلى جرح 4 من رجال الشرطة بينهم ضابط خلال اضطرابات جرت ليلا في قرية شيعية. واندلعت الاضطرابات عندما أغلق محتجون محاور طرق قرب المنامة بعد تجمع معارض، وذلك غداة صدامات أسفرت عن سقوط قتيلين في الذكرى الثانية لبدء الاحتجاجات. بعد الإعلان، هارلم شيك تتحدى غانغنام ستايل. إلى ميشيلا وأحوال الطقس. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. مرحبا. تأثير المنخفض الجوي اللي خبرناكم عنه بنشراتنا الماضية بعده مستمر معنا. اليوم نهارنا غائم جزئيا مع أمطار متفرقة بتخف بفترة بعد الظهر، أما الثلج فبينزل ابتداء من 1300 متر. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل عم بتسجل أقصاها 19 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 6 درجات و14، أما بداخل فبتتراوح درجات حرارة بين 12 و13 درجة. رطوبة عالية على الساحل، هواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا غائم جزئيا مع أمطار متفرقة وتلج على 1300 متر وما فوق. جولة من الجو بتاخدنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسها لنهار السبت، ومنبلش جولتنا من الكويشرة مع 14 درجة 12 بكور، بيت شليلة وفرية 8 درجات 18، ببصيبة الباروك 14، ننتقل لصيدا وصور 19 درجة، كوكبة 12، كمان بمنطقة خربة أنفار نوصل على تعني 13 درجة، ومنختم بطرية وبالقاع كمان 13. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام اللي جايين. اليوم السبت مثل ما قلنا أمطار متفرقة والحرارة بتسجل أقصاها 19 درجة، نهار الأحد كمان مثل ما قلنا أمطار متفرقة وبيتابع الطقس متقلب على هذا الحال، نهار التنين قبل الظهر بنشوف انفراجات وبترجع الأمطار بعد الظهر، والثلاثة بيتابع الطقس متقلب على هذا الحال وبتسجل الحرارة 20 درجة. من بعد هالجولة على طقس لبنان نختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة 8 إلى 8. جدول أعمال الأيام الأخيرة لقداسة البابا غير مثقل بالمواعيد، والاستعدادات البروتوكولية تتواصل. في تمام الثامنة من مساء 28 من شباط المقبل سيتحول بنديكتوس السادس عشر إلى بابا سابق.
هذا التاريخ تتحضر له دوائر الفاتيكان التي تتحدث عن مواعيد قليلة في الأيام الأخيرة للبابا، وهي اجتماعات متفق عليها مسبقا كلقاء الرئيس الإيطالي في 22 من شباط، إضافة إلى صلاة يوم الأحد الأخير من على شرفة الفاتيكان. البابا سيودع الكارديلا في الفاتيكان في اليوم الأخير على أن تكون الكلمة الأخيرة له في الوداع الحقيقي خلال اللقاء العام في ساحة القديس بطرس رغم الطقس البارد. البابا سينتقل بعد انتهاء حبريته إلى كاستل غوندولفو على متن مروحية، وسيتناول العشاء ويودع الموظفين قبل أن يتلو الصلاة في الكنيسة الصغيرة في آخر عمل له قبل انتهاء مهامه رسميا. لكن التحضيرات البروتوكولية في الفاتيكان تتخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، بما أن استقالة البابا غير مسبوقة وجهاز المعلومات لا يملك إجابات أو تقاليد للتقيد بها وفقا لسوابق، ومنها أن لون الثوب الذي سيرتديه البابا قبل رحيله لا يزال موضع جدل وتساؤل. سيجري الأوروبيون آلاف الفحوصات المخبرية على أطباق يفترض أنها معدة على أساس أنها تحتوي على لحم بقر حصرا للتحقق مما إذا كانت تحتوي على لحم خيل في مطالة الفضيحة بلدانا جديدة. فقد اتفقت الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إجراء أكثر من 2000 فحص مخبري، وأكدت الوكالة الفرنسية لمكافحة الغش أن الفضيحة تشمل 750 طنا من اللحوم، استخدم 550 طنا منها لصنع أكثر من 4.5 ملايين طبق مغشوش بيعت في 13 بلدا أوروبيا. تناول الطعام أصبح تجربة فريدة وفي بعض الأحيان مخيفة، تقرير إرسل دكاش. ما في حدود أبداً للغرائب والعجائب بهالعالم، ويبدو أنه تناول الطعام يلي مفروض أنه يكون عملية سهلة عم بصير بطريقة غريبة عجيبة بعدد من المطاعم بمختلف البلدان. مقهى الكوارث بإسبانيا بقدم لرواده تجربة مميزة، إذ أنهم بيتناولوا الطعام على وقع زلزال قوته 7.8 درجات، ومع أنه الأمر غريب ومريب إلا أنه عم بيشهد إقبال كبير، والحجز فيه عم بيكون قبل بشهر على الأقل. مطعم المرحاض بتايبي، هالمكان كل شي فيه بيدل على المراحيض، من الكراسي والطاولات وحتى الأكل بيتقدم بأطباق مرتبطة بفكرة المرحاض. مطعم أكلي لحوم البشر باليابان، هالمطعم بيقدم السوشي والساشيمي داخل طبق كبير على شكل جسم امرأة، وبيصير كل ما يتاخد جزء منه بيطلع سائل وكأنه دم من جسم كائن حي. المطعم المظلم ببيجينغ، المكان كله غرقان بظلمة شديدة، والناس بيتناولوا الأكل من دون حاسة البصر، استعمل الهواتف والساعات يلي بتضوي ممنوع فيه أبدا، والاتكال فقط على حاسة الشم بالأكل. أما بالمالديف فيوجد مطعم تحت المياه بخمس أمتار بيتسع ل14 شخص بس، وعنده رؤية مميزة بما أنه سقفه شفاف وكل الأسماك موجودة إلى جانب الزبائن. بننهي مع مطعم الجليد بدبي، كل شيء تقريبا بهالمطعم مصنوع من الجليد، حتى الكراسي والأطباق والأكواب، ودرجة الحرارة منخفضة كتير، يعني اللباس الشتوي ضروري جدا. هل ولت أيام غانغنام ستايل؟ المزيد في صفحة متفرقات سريعة. بعد البيرو لليوم عم تحتفل بعيد الحب، فكان الموعد بليما مع أكثر من 80 كوبل أعلنوا قرار بنهار واحد. أليخاندرو 80 سنة وتيبورشا 74 سنة، الكوبل الأكبر سناً، اعترفوا أنه لما يكون الحب موجود كل شيء بيتحول للأفضل، والنهاية ما بتكون إلا سعيدة. هنهار التاريخي انتهى بتسليم شهادات الزواج، تبادل القبولات وصور التذكار الجميلة اللي بترافق العرسين بأيامهم اللي منتمنى لهم إياها طويلة. بعدنا متابعين بآخر أخبار لنيويورك فاشن ويك، وموعدنا اليوم مع المصمم الأمريكي رالف لورين اللي اختار لمجموعة خريف 2013 أجمل إطلالة رومانسية بتجمع بين الألبسة الرياضية والكلاسيكية. كل الحاضرين أكدوا أنه لورين رجعنا لعصر الزي العسكري الروسي وملابس أنا كارينينا، فطغى اللون الأسود والأبيض على مجموعته، وكان للصوف والكشمير والجلد مكان لافت. هل نجح لورين بإدخالنا من جديد لإمبراطورية الروس؟ كل اللي رقصوا على أنغام غانغنام ستايل يتحضروا، لأنه نيويورك قدمت أنغام جديدة
والعنوان هالمرة هارلم شيك. صحيح بلشت بهارلم بس انتقلت وبسرعة كتير كبيرة للعالم كله، واحتلت المراتب الأولى من حيث نسبة المشاهدة على يوتيوب. كبار وصغار وين ما كانوا موجودين هزوا خصرهم على هالأنغام الحلوة، وكل واحد بأسلوبه الخاص. ومعقول تكون وصلت أنغام الهارلم شيك لاستوديوهات الأخبار؟ نشرة بيروت اليوم انتهت. نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة دائما الأخبار عبر صفحاتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر، MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. تابعوا القسم الثاني حوار توجيه الزميلة دونيز رحمي فخري مع ضيفها عضو الأمن العام لإقوى 14 أذار الأستاذ نوفل ضو. إلى اللقاء. إلى اللقاء.